السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كما تعرفوا أخوتي الأوضاع اللي كاين دابا حاليا في إيطاليا يعني غادي يتغيروا بزاف ديال الحوايج، مثلا في القنصليات، في الإدارات بزاف، وفي السبيطارات كذلك، في أي بلاصة تقريبا غادي يتغيروا بزاف ديال الحوايج، سيرتو في المواعيد اللي عاطين العباد الله. المهم اللي كاين هنايا اللي جبت لكم هنا هو يعني هذا الشيء اللي كاين دابا جديد، وهذه الإخبارات والإعلانات الجديدة اللي ديال القنصلية العامة ديال المملكة المغرب ميلانو كما تشوفوا هنايا، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الصارمة الجارية للعمل، يعني من أجل كما تعرفوا يعني المرض هذا اللي كاين غادي يتغيروا بزاف ديال الحوايج. المهم لكن التوقيت المعمول به حاليا وحتى إشعار آخر هو من 10 صباحا الى حدود 2 بعد الزوال، يعني باش تكونوا عارفين التوقيت ديال اللي بغى يمشي يقضي شي حاجه في القنصليه المغربيه. التوقيت راه يبدا يعني من 10 الصباح حتى الجوج. يستحسن كذلك الاتصال بالرقم كما هو مكتوب هنا، بالرقم الهاتفي الخاص بالخدمات القنصليه قبل التوجه اليها، اللي هو 02 668 0919. ان القدوم الى القنصليه المغربيه يجب ان يقتصر على حالات الضروره القصوى، يعني ما كانش حاجه ضروريه باش يمشي لها الانسان، يعني ماشي اي حاجه يتم غادي الانسان القنصليه، مثلا الوفاه او الترخيص بالمرور بطبيعه الحال، مع متمنيات القنصليه العامه للمملكه المغربيه بالسلامه للجميع. هادشي اللي تنتمنوا ان شاء الله. كذلك اخوتي هنايا اخبار اخر من القنصليه العامه للمملكه المغربيه بميلانو، الاخبار هذا تقول كذلك وحفاظا على سلامه الاشخاص والحد من الانتقال الموسع لهذا يعني لهذا المرض، هذا الفيروس الكيف، فقد قررت الحكومه المغربيه تعليق جميع الرحلات الجويه من والى ايطاليا، وذلك الى حين صدور إشعار آخر بطبيعة الحال في الموضوع. مهم يعني تم تعليق جميع الرحلات، يعني إنسان بلا ما يمشي عند براسو كاع ويقطع البي ديال يعني ديال الطيارة، لأنه تم تعليق جميع الرحلات صافي. حتى الإشعار آخر تنشوفوا إن شاء الله، تتمنوا أنه يتوجد يعني الدواء لهذا المرض هذا وينتهي الكابوس هذا اللي جاتم على صدور العالم بأسره بطبيعة الحال. هنا كما تشوفوا اخوتي الاعلان ديال القنصليه العامه للمملكه المغربيه بروما. الاعلان يقول تنهي القنصليه العامه للمملكه المغربيه بروما الى كافه المواطنات والمواطنين المغاربه التابعين للنفوذ الترابي انه تمشيا مع الاجراءات الوقائيه الجديده التي اتخذتها السلطات الايطاليه المختصه للحد من انتشار المرض، تقرر بشكل مؤقت ما يلي، تشير مؤقت يعني ان شاء الله ما يدومش المسائل هذه ان شاء الله، تحديد ساعات العمل بمصالح القنصليه العامه من الاثنين الى الجمعه من الساعة 10 صباحا إلى غاية 14 بعد الزوال، يعني الساعة 2 بعد الزوال، يعني من 10 إلى 2. تقتصر الخدمات القنصلية على الحالات الضرورية والطارئة مثل جواز السفر، رخصة المرور، بطاقة التعريف الوطنية، وحالة الوفيات، وتسجيل الولادات. يعني لهذه الحالات هذو اللي مهتم يعني خاصة شي حاجة في هذه المسائل هذه ممكن اتصال بالقنصلية بطبيعة الحال. تجدر الإشارة إلى أن حكومة المملكة المغربية قررت إلغاء جميع الرحلات، كذلك أنها يعني تأكيد على ما جاء يعني في كذلك في الإعلان ديال القنصلية المغربية بميلانو، قررت إلغاء جميع الرحلات الجوية مؤقتا بين المغرب وإيطاليا ذهابا وإيابا حتى إشعار آخر. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية: وزارة الصحة بالمغرب 080 010 4747 كما تشوفون، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 00212 537 6333 00. هادشي اللي كاين اخوتي اللي وصلني لهاد الساعة هادي. المهم أي حاجة جديدة في هاد المسائل هادي والمواعيد ديال يعني ديال القنصلية تقريبا راه يكونوا كلهم تقريبا بحال هكا، يعني أي القنصلية المغربية تقريبا راه يكون التوقيت هو هذا من 10 حتى الجوج، والانسان يمشي الا كاين شي حاجه للضروره، ماشي اي حاجه غادي يمشي على قبلات القنصليه بطبيعه الحال، كما شفتوا يعني على حساب مثلا عنده رخصه المرور بيرمي، على حساب التجديد ديال الجواز يقدر يمشي، وكذلك بطاقه التعريف وحاله الوفيات والتسجيل كذلك ديال الولادات. كنتمنى
من الله انه يعني تكون شيء مؤقت وما يبقاش يعني هذه الازمه اللي ما تبقاش ويزول هذا المرض هذا على ايطاليا وعلى بلدنا المغرب الحبيب وعلى جميع بقاع الارض وعلى جميع الشعوب. وهذا ما نتمناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.